من بينها حرية تنقل السكان دون ابتزاز حوثي. طارق صالح يضع على المبعوث الأممي 3 مطالب ملحة ويستقبله في مدينة المخا الساحلية. إليكم تفاصيل الخبر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. زار المبعوث الأممي اليوم مدينة المخا غربي تعز، وناقش مع العميد طارق صالح الوضع في البحر الأحمر وجهود إحياء مسار السلام. طارق صالح شدد على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دورا فعالا وحاسما في مواجهة الانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي ترتكبها قوات الحوثي، وفي مقدمتها رفع الحصار الظالم عن مدينة تعز والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين وإتاحة حرية تنقل السكان دون أي ابتزاز أو عراقيل. وفي اللقاء قدم المبعوث الأممي إحاطة عن طبيعة جولته الأخيرة في المنطقة وما نتج عنها بناء على نتائج جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للشروع في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة. وأعرب المبعوث الأممي عن قلقه من تداعيات التصعيد في البحر الأحمر، مؤكداً أن ذلك لا يخدم اليمن، كما أكد استمرار الأمم المتحدة في بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام بالتشاور مع جميع الأطراف والحفاظ على ما تحقق في طريق خارطة الطريق حتى اللحظة.